ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فسدت الأرض، نعم، أي فيما جعل الله للإنسان يدا فيه. أما الشيء الذي لم يجعل الله للإنسان يدا فيه هتفضل النواميس هي هي، ما أثروش في الشمس، ما أثروش في القمر، ما أثروش في الهواء، ما أثروش في المطر، إنما تأثرت إيه؟ الفساد جه في إيه؟ فيما لهم فيه يد. ولذلك انظر إلى الكون تجد المسائل التي لا دخل ليد الإنسان فيها مستقيمة على أحسن ما يكون، والفساد بيجي من النواحي هي اللي الإنسان دخل فيه. الإنسان دخل فيها إزاي؟ يعني ما يدخلش في حاجة أبدا؟ قال لك لا، دخل فيها بغير منهج ربه. لو دخل فيها بغير منهج، بمنهج ربه، كانت استقامت الأمور كما استقامت النواميس العليا. تمام. ولذلك قلنا في سورة الرحمن لما السماء رفعها ووضع الميزان، مدام السماء رفعها ووضع الميزان والسماء ما تقعش على الأرض والنظام كده محكم حكم تمام، والشمس بتطلع من كلهم في فلك يسبحون، ونظام دقيق ولا مش دقيق؟ لأن ملناش دخل. إيه؟ فإن أردتم أن تصلح حياتكم وأن تستقيم أموركم كما استقامت هندسة السماء والأرض فخذوا الميزان من الله في أعمالكم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. مدام أنتم شفتم أن الأمور اللي موجودة ليست في يدكم مستقيم الأمر فيها، والفساد جاي من ناحية إيه؟ الأمور اللي أنتم داخلين فيها. طب شوفوا إيه اللي أنتم ماذا قصرتم؟ نقول ان دي كملناش ايد فيه ودي لنا فيها ايد. طب يعني تكن ايدنا على الحركة في الحياة؟ لا، ما تكنهاش، بل اعمل بحركة الحياة بس بمنهج الذي خلق الحياة. ان عملت في الحياة بمنهج الذي خلق الحياة تستقيم لك امورك كما استقامت الامور التي هي اعلى. ايه؟ احفظ جيدا والسماء رفعها ايه؟ ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. عشان ما تطغوش في الميزان تعرفوا دي موزونه ليه؟ لان ملكوش فيها اختيار، انما الامور اللي لكم فيها اختيار حطوا الميزان كده، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه؟ ولا تخسروا الميزان. ما دام الله خلق للانسان لون اختيار، وبعدين اختار هؤلاء هذا المذهب وهؤلاء هذا المذهب، كان ربنا سبحانه وتعالى يتركهم. يقول لك لا، برضو ربنا له رحمة على العالمين، لازم يبقي عناصر الخير في الوجود. يمكن حد كده يرعوي ويتنبه ويلتفت ويروح ياخده. فلما تيجي تطغى في جماعة يقوم يجيب لهم جماعة ايه؟ يردوهم عشان تبقى عناصر الايه؟ عناصر الخير في الايه؟ في الوجود. لعل انسانا يأتي ليأخذ عنصرا من عناصر الخير يحرك به ايه؟ حياته. وده جاي منين؟ جاي من فضل الله على العالمين.